عاوز اجابه سريعه. احنا وصلنا الحمد لله للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا، ازاي نقدر نحسم البطوله؟ اولا انت هتلاعب فريق بيدافع دفاع مستميت لدرجه ان في الماتشين قفل على فريق الوداد كل المنافس، وفريق الوداد لم ينجح في خلق فرص حقيقيه الا نادرا. نعم. لكن ما ادكش فرصه لانه بيرجع ل 11 لعيب قدام، مباراه تبقى صعبه بالظبط. وبعدين عنده بعض اللعيبه ممكن يعملوا كونتر اتاك في بعض الاوقات، ولذلك هو جاب جول كويس في كونتر اتاك عمله مباراه الوداد الاولى. لعبت في الناحيه اليمين واتعمل السويرف للراجل جاي وراح مسجل منها ولبت بقى قدام الجول. يعني نقدر نحقق العشرة كابتن؟ نقدر نحقق باذن الله تعالى. لابد ان احنا نبقى محتاطين في ان احنا نمره واحد لما بتلعب مع فريق زي ده ما تديلوش فرصه يتقدم عليك يجيب جول فيك، لان هيصعب الامور عليك اكتر، هو بيلعب ديفنس كويس، فمحتاج انك انت تحافظ دي نمره واحد. ونمره اتنين عندنا مجالات لخلق الفرص، التصويب من بره ال 18 موجود، الكرات العرضيه موجود.